السلام عليكم ورحمة الله إخوتي المربين. موضوع اليوم سيكون عن تربية طائر الكناري لأول مرة أو بداية مشروع تربية طيور الكناري في المنزل أو في غرفة تربية خاصة. فهناك أمور عديدة يجب الأخذ بها عند شراء لزوج أو زوجين من الطيور لأول مرة. فأنصحك أخي المربي إن لم تكن تمتلك الخبرة الكافية في الطيور فأن تصطحب أحد الأصدقاء من ذوي الخبرة لكي تتفادى مشاكل مرضية عند شراء أول زوج أو زوجين من الطيور. فلا تيأس لاحقا وممكن أن تمل وتترك هذه الهواية الممتعة. فهناك أمور تتعلق في الطير ذاته من الناحية البدنية والمرضية، كذلك أمور تتعلق بالقفص وشكل الغرفة والأمور المناخية في غرفة التربية. فنبدأ في بداية بشكل الطائر وسلامة صحته. فوجب علينا عند دخولنا لبائع الطيور أن نراقب الطائر من بعيد على بعد 2 أو 3 متر لكي نلاحظ نشاط الطائر داخل القفص. فعند اقترابك من الطائر فيخاف الطائر، فممكن أن يتحرك تلقائيا فلا تشعر أن الطائر مريض أو سليم. فأخي المربي 2 أو 3 لا أكثر لمدة دقيقة تراقب الطائر من بعيد كافية لتعرف أن الطائر سليم أو مريض. كذلك أعين الطائر، فيجب أن تتوسع الحدقتين وتكون عيون الطائر وما حولها مليئة بالريش، لا نلاحظ فضاوة في الريش أو الريش منزوع حول العين، فهذه نقطة تحدد أن الطائر سليم. كذلك أرجل الطائر، إذا نظرنا إلى أرجل الطائر كالطائر ذو اللون الأصفر موجود أمامنا، فالأرجل يجب أن لا تمتلك على طبقات قشرية صفراء فتدل على كبر الطائر في السن، أو ممكن تدل على مرض، هناك بثور أو حبوب تكون موجودة في أرجل الطائر فتدل على مرض الجدري، فهذا مرض معدي وخطير جدا، ممكن أن يموت الطائر بعد فترة قصيرة أو يعدي الطيور الآخرين. هذه نقاط مهمة، أرجل الطائر تحدد لنا مدى عمر الطائر وسلامته، كذلك عيون الطائر، كذلك نشاطه داخل القفص. أما قفص الطائر فعندما أريد أن أشتري قفص أنا أفضل الأقفاص المستطيلة بهذا الشكل التي تحوي عازل سلكي، حيث ممكن أن ينفعنا كثيرا هذا العازل أثناء عملية التزاوج في موسم التزاوج في مرحلة التعارف والتشويق. فنضع الأنثى على اليمين مثلا والذكر على اليسار، فتتم عملية التعارف بهذا الشكل والتشويق. وممكن أن نضع عازل بشكل مسدود ليومين أو 3 في مرحلة التشويق والتعارف لنزيد من جاهزية الأنثى وتغريد الذكر ونرفع من جهوزيته أثناء تقديمنا للتغذية السليمة. هذه نقطة مهمة، العازل السلكي ووجوده في القفص نقطة مهمة جدا في التزاوج. الآن نتحدث عن تغذية الطيور عند اقتنائها من جديد. فخلطة البذور يجب أن تكون دائمة في القفص كل يوم. تحدثنا عن خلطة البذور السليمة والصحيحة لطيور الكناري التي نقدمها بشكل دائم على مدار السنة، كذلك بعض الخضروات والفواكه. فطائر الكناري يحب التنويع في الغذاء، فأنا أقدم أسبوعيا قطعتين من التفاح، مرتين في الأسبوع تفاح، كذلك مرة بالأسبوع ورق الخس، ومرة بالأسبوع بشير الجزر أو ممكن عصير الجزر بالمشربية، لكن أستعيض عنه بالجزر المبشور يوميا أسبوعيا مرة واحدة. فهذا بالنسبة للغذاء. كذلك عظم الحبار، هذا عظم الحبار يجب أن يعلق على مدار السنة في فصل غيار الريش، في موسم غيار الريش وموسم تزاوج، كذلك في فصل الشتاء والصيف وكل الفصول، فهو غني بالكالسيوم. ومتى شاء الطائر لأخذ الكالسيوم يكون موجود ضمن القفص. فممكن أن نتغاضى عن البيض المسلوق وغيره أو ننسى، فوجود عظم الحبار
هو يغني طائر الكناري بالكالسيوم الذي يحتاجه. كذلك تقديم البيض المسلوق مرة أسبوعيا صيفا شتاء. أما في مرحلة التزاوج وأطعام الفراخ فنقدم البيض المسلوق يوميا من فقس الفراخ إلى حين فطمهم إلى اليوم 28 من عمر الفراخ أو اليوم 30 نوقف البيض. هذا بالنسبة لغذاء طائر الكناري. أما مواد وقائية أنا أقدمها لطائر الكناري بشكل أسبوعي بمشرب الماء، فهي خل التفاح وممكن منقوع الثوم والليمون بشكل أسبوعي مرة واحدة في الأسبوع، كذلك منقوع الثوم والليمون وخل التفاح. الرابط موجود في القناة، يمكنك الاطلاع على كيفية تقديمهم. هؤلاء مواد وقائية أحافظ عليها طيلة السنة أو على مدار السنة. الآن ننتقل إلى الظروف المناخية التي يعيش فيها طائر الكناري. في طائر الكناري يجب أن نوفر له الإنارة الكافية تقريبا من الساعة 8 صباحا، إنارة طبيعية عبر نافذة تكون داخلة إلى الغرفة أو نافذتين لا يهم. في فصل الشتاء ممكن أن نرفع الإنارة بتشغيل مصباح في الغرفة، ممكن أن تكون إنارة الإنارة الطبيعية غير كافية، فنضيء له مصباح داخل الغرفة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 ليلا، هذا في فصل الشتاء. أما في فصل الصيف نخفف الإنارة ساعة أو ساعتين لا يهم، من 8 صباحا حتى 8:30 ليلا، فهو كافي في فترة غيار الريش في فصل الصيف. كذلك الحرارة، الطائر الكناري يعيش في ظروف درجة حرارة مئوية من 18 درجة مئوية وحتى 25، أي تتراوح من 18 وحتى 25، ممكن أن تزيد درجتان أو ثلاثة قليلا أو تنقص فهو لا يهم. أما العدو اللدود لطائر الكناري فهو التيارات الهوائية، فطائر الكناري لا يحب التيارات الهوائية أبدا، فيصبح عرضة للأمراض عند إصابته بتيار هوائي واحد ممكن كافي لإصابته بأي مرض والتخفيف من مناعته، وتكثر الأمراض حينها ونيأس من علاج الطير. فأخي المربي أبعد قفص طائر الكناري عن التيارات الهوائية كالنافذة الموجودة في الغرفة، مجرى الهواء الذي يخرج منها ليلا وعندما يكون الطائر نائم، أو عند فتح باب الغرفة بغرفة الطيور أو الغرفة المنزلية التي تربي فيها الطيور، أبعد مكان القفص عن مجرى التيار الهوائي. كذلك أنصحك أخي المربي أن لا يوضع قفص طيور الكناري في المطبخ أو الكريدور أو المهم الأماكن التي يشتعل فيها النور ويطفئ بشكل كثير، فهذه تقلبات الإنارة والضوء عند طائر الكناري وارتفاع الرطوبة بسبب مواد الطبخ الموجودة في المطبخ وغيره تبقي الطائر في مرحلة غيار الريش ولا يخرج منها أبدا. فأنصحك بغرفة خاصة بالطيور أو غرفة الغرفة التي تعيش فيها، ممكن مثلا تكون فيها الإنارة ثابتة، فإنارة الأضواء وإطفائها كل ساعة أو ساعتين هذا يؤذي طائر الكناري. هذه أمور عدة ذكرناها تؤثر على حياة وتربية طيور الكناري. من لديه أي استفسار أو سؤال عن تربية طيور الكناري من كأول مرة فليطرحه بالتعليقات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة إخوة المربين وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.